ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر إعلامية وفقا لوزارة الصحة أن الطفل الذي غادر بيته وحيدا كما يقول بذلك بروتوكول العلاج رافعا علامة النصر هو طفل يقطن في مدينة تازة. الطفل زياد استقبل زوار بيته الذين اصطحبوه للعلاج بشجاعة طفولية منقطعة النظير. ومن جهة أخرى قال أحد النشطاء: امكثوا في بيوتكم بشجاعة التي تحل بها ابن تازة ولا تعرضوا أنفسكم وعائلتكم للخطر، فلا شيء يبرر التسلل لمقاهي تشتغل سرا كما وقع مع مقاهي ضبطتها السلطات في الدار البيضاء، ولا شيء يبرر اللهم تضيع الوقت في الأحياء، ولا شيء يبرر تمضية الوقت في رأس الدرب مع أبناء الحي. يمكننا أن نتنقل لعملنا ونقوم بواجبنا أو نقوم بأشياء مهمة في البيت، لا أن نجازف بحياتنا من أجل نزوة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.